الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي الكرام، مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي هيا نحيا برمضان. اليوم الحباب ديالنا بغينا نتكلموا شي شوية بالدارجة، وبغينا الخطاب ديالنا يوصل القلوب قبل ما يوصل الأذان. اليوم ما كنتكلمش معك أخي المصلي أختي المصلية، كنتكلم واحد الحبيب ديالنا، واحد الأخت غالية علينا، ما كتمشيش للجامع، ما كتصليش، خاصمة مع الله سبحانه وتعالى. بغينا حتى داك السيد وداك السيدة اللي ما كيصليش بغينا نجيبوه حتى يصلي معنا إن شاء الله. من يقولوا صلي معنا كنعاود نقولوها ما يصليش مع الناس جماعة، حنا كنعيشوا في ظل الأزمة ديال هذا الوباء العالمي، يطلب الله تعالى يحد الباس. حنا بغيناه يتصالح مع الله يصلي. الله تعالى شو يقول الحباب ديالنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. دابا هذا مشكل، حنا دابا صايمين وما بغيش نصليو. لا الحباب ديالنا، راه خصنا نصليو وعاد نصومو. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت، وفي رواية أخرى صلحت، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ونعطي مثالا على ذلك ولله المثل الأعلى. عندما نريد أو نود السفر، كيبغوا نسافروا وغنمشوا للمطار، أول وثيقة كيطلب منك الموظف أو الموظفة في المطار هو جواز السفر مرفوق بالتأشيرة اللي كانت هذيك البلد اللي غادي ليها، كطلب تأشيرة. إذا جواز السفر لا شك في ذلك ولا ريب، كتسمى جواز سفر، به كدوز. بالله عليك الحباب ديالنا، حنا ما كنصليوش وكنصومو وكنتسولوا الفقيه شحال الزكاه ديال الفطر، وهيمتى خصها تخرج، واخر اجل خصها تخرج فيه، وحنا ما كنصليوش. الحباب ديالنا، والله من العيب ان لا نصلي، من العيب مع الله تعالى، مع الله تعالى. الله تعالى عطانا 24 ساعه في اليوم كنخدموا فيها، كنروحوا على الايام العاديه من غير حجر صحي، كنخدموا فيها وكنقراو فيها وكنسعوا فيها وكنعزوا فيها، ولكن نجو حتى الصلاه ونتحاسب مع الله تعالى. هي ضريبه يوميه، هي ضريبه خصك تخرج في النهار ديالك. تصور الحبيب ديالي النهار في 24 ساعه، باش كل صلاه كدي منا ابعد تقدير 10 دقائق، 10 دقائق، 10 دقائق صلاه كندخلوا مع الله تعالى. الحباب ديالنا، فلنتصالح مع الله تعالى. شهر رمضان شهر الإنابة إلى الله تعالى، حتى أنه بغي نشوقكم تصلوا الحباب ديالنا، حتى أنه في شهر رمضان سبحان الله العظيم أنك عندما تقوم بالعمل تكافئ عليه 10 مرات. مثلا إذا صليتي غير الظهر صليتي مرة كأنك صليتي 10 مرات، ولا قريتي حرف من القرآن يساوي 10 حروف من القرآن الكريم. الله تعالى في شهر رمضان يضاعف الحسنات، فلنقبل على الله تعالى، نصالحوا مع الله تعالى. ولكن وياكم التي تقول لكم حقا كتصلوا في رمضان بين قوسين عبادي الحريره، اي يا سيدي حنا كنعبدوا الحريره، اي يا سيدي كنصلوا غير في رمضان، انا اصلي لله، قل ان صلاتي ونسكي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا كنصلي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. الأحباب ديالنا خطر رجعوا نتصالحوا مع الله تعالى، الله يجزيكم بخير. هذه فرصة، هذا الحجر الصحي فرصة أننا نصليو، ما عندناش الملاهي، ما عندناش التزامات، عندنا فقط بركن في ديورنا، من يسمع الأذى الله أكبر نتوضا ونصلي ونستقبل القبلة، واللي حافظ نصلي به، اللي حافظ، اللي حافظ سورة الإخلاص، سورة المعوذتين. وعلاش ما نحفظوش القرآن في هذه الأيام المباركة؟ نتصالحوا مع القرآن كذلك ونحفظوا ما تيسر من كتاب الله تعالى. أحبتي الكرام، العمر قصير والحساب طويل، فلنعد العدة بالتصالح مع الله تعالى، ونبدأ صفحة جديدة من خلال هذا رمضان إن شاء الله، ونتفوا على ذكر الله تعالى وعلى الصلاة في الوقت وعلى الصيام بحقه وطريقه. نسأل العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.